أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. تدهور الواقع الصحي، جاء في الهيانات تدهور الواقع الصحي في عملية الفلوجة بشكل كبير. ونقرأ في البصائر البصرة انهيار سدة نهر السويب نتيجة لارتفاع مناسيب المياه القادمة من هور الحويزة. وجاء في الكتابات الحشد الشعبي يحذر من تحركات أمريكية استفزازية تمهيدا لاستهداف قواته داخل العراق. وفي الجزيرة نت معتصم السودان تصاعد اللهجة الناقمة ضد المجلس العسكري. ونقرأ في العربي الجديد الديمقراطيون ماضون في معركتهم ضد ترامب بعد نشر تقرير مولر. وجاء في القدس العربي ليبيا حفتر يخسر القوس الغربي من معركة العاصمة وترامب يسارع لنجدته. وجاء في الحياة ترامب يهاتف حفتر ويقر بدوره الجوهري في مكافحة الإرهاب. أهلا بكم. يقول الكاتب علي حسين في مقال بصحيفة المدى: إنني أخجل من أن أشغل القارئ بالدعابات والنكات عن بهاء العرجي، عن محاربة الفساد ونظرية أسامة النجيفي عن الإصلاح، وأحاول وأنا أكتب مقالا أن أعود فيه إلى بعض الكتب التي حلفني الحظ وقرأتها، فأجد أن مفكرا بحجم غرامشي يعترف بأن الاستبداد ينتعش في زمن الفوضى، والفوضى هي التي جعلت البرلمان العراقي يترك قوانين تخص الخدمات والتنمية، ويصر على أن العراقيين بحاجة ماسة إلى شرطة المحافظة على الأخلاق، وأن لعبة البوبجي أثرت في العراق على تطور الصناعة والزراعة. للأسف اليوم نجد العشرات من النواب يخرجون علينا ليصرخوا من شاشة الفضائيات: نحتاج إلى قانون جرائم المعلوماتية، لأن المواطن يتعرض إلى مؤامرة خارجية. ومن أجل هذه المهمة المقدسة وجدنا النائب عدنان الأسدي يجلس في الاستوديو ينظر إلى مقدم البرنامج الذي يسأله: ماذا يحدث في البرلمان؟ هل حقا تريدون قوانين تضطهدون بها الناس؟ يرد الأسدي وقد ملأت الابتسامة وجهه: نحن نريد الحفاظ على القيم والأخلاق. قبل هذا القانون كانت حنان الفتلاوي تصرخ كل يوم وهي تشتم متظاهري ساحة التحرير الخونة الذين ينفذون أجندات خارجية، ثم تكشف الأيام أن الفتلاوي ومن معها هم من نهش جسد الوطن وتغذى على لحم المواطن الحي. يضيف الكاتب: في فقرة غريبة ومضحكة في القانون نقرأ: يعاقب بالسجن المؤبد كل من استخدم مواقع الإنترنت المساسي باستقلال البلاد وسلامتها ومصالحها الاقتصادية أو السياسية أو حتى العسكرية أو الأمنية. وفات السادة أعضاء البرلمان أن هذه الفقرة بالذات لا تعني من قريب أو من بعيد المواطن الذي لم يشكل يوما خطرا على البلاد، وإنما هي مفصلة تفصيلا تاما على معظم السياسيين من الذين قلوبهم على إيران وعيونهم صوب أردوغان ولا ينامون الليل إلا ويطمئن أن كل شيء تمام في طهران وأنقرة. حسب وصف الكاتب، في الوقت الذي نراهم يصرون على أن يبقى العراق متصدرا تصنيف الأمم المتحدة للدول الأكثر بؤسا وخرابا. أقرأ في كتابات: يحكى أن العراق هو أول بلد في التاريخ خطت فيه القوانين وسنت الأحكام المدنية فيه، لكن هل هذه حكاية خرافية وأسطورية أم لها واقع ملموس؟ فمنذ أن فتحت عيني وأنا أسمع بالاعتقالات والحبس والسجن لكل إنسان له فكر وعقيدة تختلف عما يريده السلطة ومن يقف خلفه من رجال دين، المصير هو الاعتقال، حيث ينتظر كل من يطالب بحقوقه وحقوق أبناء جلدته. فهل يعقل أن يكون العراق هو أول بلد خطت فيه القوانين، قوانين الحرية والحقوق المدنية، وتحصل فيه هذه التجاوزات اللا إنسانية وغير القانونية؟ هذا ما قاله للكاتب أحمد جار الله في موقع كتابات.
نطالب الناشطين المدنيين في العراق إلى مطالبة كل المنظمات الإنسانية والقانونية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ووسائل الإعلام النزيهة بأن تلتفت لما تقوم بعض الجهات من عمليات اعتقال للناشطين المدنيين، خصوصا في محافظة المثنى السماوة، حيث هناك حملات اعتقال للناشطين المدنيين الوطنيين والتي انطلقت منذ فترة من الزمن، ولأسباب وحجج غير منطقية ولا عقلية وباطلة تتعلق بعقائد الإنسان وميوله واتجاهاته الفكرية، في محاولة من تلك الجهات فرض أهوائها وميولها ورغباتها العقائدية على المواطنين وبالإكراه، على أمل أن تأخذ تلك المنظمات دورها الحقيقي وأن تقف موقفا حازما إزاء تلك الأفعال اللا إنسانية التي كان آخرها اعتقال الزميل والناشط المدني فهد مطشر الزيادي. ويقول الكاتب في ختام مقاله: ندين ونجب ونستنكر تلك الممارسات التي تقوم بها تلك الجهات في محافظة المثنى السماوة تحديدا، ونطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين من الناشطين المدنيين كونهم يمثلون الوجه المشرق لثقافة وحضارة هذا البلد العريق الذي بدأت فيه المدنية والتمدن وتصارع الطائفية والتكفير أيضا وإقصاء الآخر. يبدو ومن خلال قراءتنا للمشروع المطروح للتصويت عليه في مجلس النواب نجد أن هناك رغبة جامحة للعودة إلى أساليب الأنظمة الدكتاتورية التي تكبل حرية التعبير وحرية النشر التي كفلتها المادة 38 من الدستور العراقي بحجة الاستخدام غير المشروع للشبكة الإلكترونية. يقول الكاتب كاظم المقدادي في مقال بصحيفة الزمان: الغريب أن بعض العقوبات التي تضمنتها المواد والفقرات تقود إلى السجن المؤبد وإلى غرامة تصل إلى 50 مليون دينار عراقي بحجة الإساءة إلى الرموز الدينية والوطنية، في حين أن ظواهر الابتزاز الإلكتروني والجريمة الإلكترونية والقذف والتشير واستخدام الصور والأسماء الوهمية وغيرها أشد خطرا وضراوة من التعرض إلى رموز المشهد السياسي والديني. إن بعض الإجراءات التعسفية التي يحتويها مشروع القانون تفضح النيات المبيتة التي تريد تكميم الأفواه والتلويح بمصادرة الحريات العامة والاستخفاف بالحريات الشخصية وزرع الرعب في صفوف الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من حاسوب وهاتف جوال وبقية الاستخدامات الإلكترونية الحديثة، وجعلهم تحت مطرقة المراقبة والمحاسبة والتهديد بتقديمهم إلى المحاكم الجنائية. عند قراءتنا لجميع المواد والفقرات نرى أن القانون لا يميز كثيرا بين الاستخدام المشروع واللا مشروع، فتصبح الاستخدامات كلها غير مشروعة بنظر المشروع القانوني، وهنا تكمن المخاطر التي ستظهر في حالة تطبيق القانون. يضيف الكاتب أن معظم الاستخدامات التي لها علاقة بحرية النقد لقضايا الفساد والانحرافات السياسية والاجتماعية واستخدام المال العام بشكل غير قانوني هي المقصودة أصلا، وكأن القانون جاء ليحمي الطبقات والأحزاب والشخصيات الفاسدة ويتجاهل أهمية وأبعاد الاستخدام السياسي للشبكة الإلكترونية وضرورات وجود النقد والتحليل والتعليق لما يجري في دهاليز السياسة. ومما تقدم يصبح قانون جرائم المعلوماتية حمال أوجه يمكن تفسيره بالشكل الذي يخدم توجهات السلطة السياسية على حساب الحريات الشخصية التي ستكون مكبلة ومقيدة بمواد قانونية ما أنزل الله بها من سلطان، وهي التي تتعارض تماما وأصلا مع قانون الحريات العامة. من رواعي ما قاله الأديب العربي توفيق الحكيم: إن الدولة لا تنظر إلى الأدب بعين الجد، بل إنه عندها شيء وهمي لا وجود له ولا حساب له، والأدب كل ما أنتجه العقل الإنساني من ضروب المعرفة الإنسانية المتنوعة، والآداب بأقلامهم وأفكارهم وعقولهم يمثلون قوة تغيير كبيرة، ذلك لأنهم يغيرون العقول والأفكار بالإقناع وليس بالترهيب والتخويف، ومن هنا تأتي قوتهم
تخوف بعض الحكومات من دورهم المحوري. يقول الكاتب جاسم الشمري في مقاله بموقع عربي 21: تقع على عاتق الأدباء مسؤولية كبيرة في مراحل تطور أفكار الشعوب، وبالذات في مثل أوضاع الكثير من أوطاننا ومن بينها العراق. فدورهم دور ناظم للحقوق وباني للعقول ومبين للمواطنين ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. الأدب الإنساني يقوم على مفاهيم وقيم عظيمة، ومنها احترام حرية الإنسان وفكره وحقه في الحياة، والإنصاف والتعليم الأديب الذي لا تهز ضميره ولا تحرك قلمه ولا تشغل فكره وقلبه مشاهد الدم ودموع الثكالى واليتامى وأنين المهجرين وصرخات الأطفال المهمشين ومآسي الفقراء. فهذا لا يمكن قبوله في أكاديمية الأدب الإنساني، لأن الأديب هو إنسان يرسم صوراً إنسانية راقية بقلمه وفكره، ويجعل من قلمه صرخة مدوية في وجه الفقر والظلم والقتل والتهجير والترهيب، وإلا فهو مجرد كاتب يسترزق بقلمه. إعطاء النخب الأدبية حريتها ضرورية في أداء واجبها، سيجعلها تنير الطريق لأبناء الوطن لبناء غد خال تماما من التطبيل والتملق والتلون والركون لضفة الشلل الفكري والجرب العقلي. فهل ستسمع الحكومة هذه الصياحات وتكف عن إهدار طاقات العراق الأدبية والفكرية في الداخل وحتى في الخارج، وتحترم الحريات العامة وتحافظ على كرامة الشعب، أم ستبقى تعيش في غيبوبة الجمود؟ يقول الكاتب حامد الجيلاني في صحيفة العرب اللندنية: القناعات تتجه إلى أن العراق سيكون مسرحاً لاستخدامات إيرانية مزدوجة يفسرها النظام السياسي في العراق بالتوازن ومسك العصا من الوسط والسير بحذر على حبل مشدود في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في ذات السياق. بالإمكان متابعة تداعيات ما قاله وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو عندما أكد سيطرة الحرس الثوري على 20% من اقتصاديات العراق، إذ سارع تحالف الفتح إلى نفي تواجد أي قوة تسيطر على اقتصاد العراق. والتصريح أثار أيضا استغراب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مما ورد في تصريح الوزير بومبيو، لكن ما يبعث على الغرابة حقا ما جاء في وكالة أنباء إيرانية على لسان عادل عبد المهدي إن الحرس الثوري يمتلك مصادر اقتصادية واستثمارات في العراق. كيف يمكن أن نفسر التأكيد الإيراني على سيطرة الحرس الثوري على جزء مهم من اقتصاد العراق نقلا عن رئيس الوزراء إلا تشهيرا بالنظام السياسي وإشهارا لسيطرتهم على العراق؟ ما الذي يدفعهم إلى ذلك في وقت حرج يحتاجون فيه إلى الدبلوماسية والقوة الناعمة لتوصيل رسائل تهدئة إلى المحيط الإيراني ودول العالم ومن ضمنها الولايات المتحدة، في خطوة قد تتيح لبعض الدول وتحديدا الدول الموقعة على الاتفاق النووي مراجعة أو رسم بعض خطوط الرجعة إلى طاولة المفاوضات وتنفيذ الشروط الأمريكية لاختصار الزمن والمعاناة على الشعوب الإيرانية، وبالتالي الإبقاء على النظام وعدم الوصول به إلى المواجهة مع ثورة الجوع عند نقطة الصفر. الإجابة في ملالي طهران قديم، باتوا يدركون أنهم دخلوا في النفق المظلم الذي ليس في نهايته إلا نهايته، وهذا التصور ترسخ جيدا في عقلية النظام منذ لحظة إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب. عندها أصبحت خطوة التراجع غير ممكنة إطلاقا، لأنها نفق آخر لسقوط النظام بالتدريج، والحل لديهم يتجه إلى كسر العقوبات عن طريق دول الجوار بالتهريب عبر الحدود أو عبر الالتفاف المصرفي أو باستغلال علاقة تلك الدول مع الولايات المتحدة على تباينها. حريق كاتدرائية نوتردام في باريس استخرج إنسانية فرنسيين لتجد الحكومة في خزينتها 750 مليون يورو في يومين.
وصف المتبرعون تحركهم بالفعل الإنساني للحفاظ على إرث بلادهم ومصدر فخرها على مسافة قريبة جدا من الكاتدرائية المكلومة. يعيش عشرات الآلاف من المواطنين الفرنسيين بلا مأوى ولا تعليم، والأفضل حالا من يكاد يجد قوت يومه. هذه الإنسانية الاختيارية غير مفهومة إطلاقا في علاقة أصحاب المال ومحبي التبرعات مع أولويات الحياة. يقول الكاتب فارس بن حزام في صحيفة الحياة: أين القيم الإنسانية مما حدث في سوريا والموصل في مقابل المنح التي حصلت عليها نوتردام؟ أهل الخير في فرنسا يعرفون أن عاصمتهم مدينة الإنسانية وعلامة فارقة في التنوع والتعدد، وأول من صدح بحقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته يتجاهلون حال الإنسان الفرنسي قبل المهاجر، ويلحظون عجز حكوماتهم المتتالية في توفير العيش الكريم وإنقاذ هوية باريس من جور الفقر، ويدعمون رئيسهم لسحق مطالب السترات الصفر. ربما يرون حصر مسؤولية علاج مشاكل البلاد بالرؤساء المنتخبين فقط، وتلك نظرة قاصرة، لأن إعادة إصلاح الكاتدرائية مسؤولية الحكومة فقط أيضا، لكنهم هنا اختاروا أن يكونوا إنسانيين ووقفوا أمام البناء يذرفون الدموع، وقد اختزلوا فرنسا كلها بعمرانها. إن إنقاذ باريس من حزام الفقر المحيط بها إنقاذ لتراثها الثقافي والفكري، وحماية لمستقبل الإنسان ليواصل إنتاجه الإبداعي على امتداد العقود، ولو لم تفتح باريس ذراعيها لأجناس العالم كلهم، لما اكتنزت المدينة بكل هذا الجمال. لما اكتنزت المدينة بكل هذا الجمال كما يصف الكاتب، ولكن بماذا يذكرنا هذا الفعل الإنساني الاختياري العجيب؟ يقول الكاتب إنه يذكرنا بالعالم عندما بكى على آثار تدمر، وتجاهل طمر نصف مليون سوري، وعندما بكى على آثار الموصل وتجاهل موت وتشريد سكانها، وعندما تسابق في الحالتين لاستعادة الآثار وترميمها، وبقي الإنسان السوري والعراقي تائها منبوذا تلاحقه لعنات السياسة والإرهاب، ولم يجد من يرمم إنسانيته. بعيداً عن السياسة، تمكن العلماء مؤخراً من تطوير نباتات معززة يمكن طلاؤها بمواد نانونية لتؤدي وظائف جديدة مفيدة، مثل استشعار المواد الكيميائية أو تجميع الضوء بشكل أكثر كفاءة أو الكشف عن المتفجرات. وقدم الباحثون نتائجهم في الاجتماع والمعرض الوطني للجمعية الكيميائية الأمريكية الذي عقد مطلع الشهر الجاري. وتعرف المواد القانونية النانونية بالأحرى الجديدة التي طورها العلماء بالهياكل الفلزية العضوية، وهي أنظمة بلورية بالغة الترتيب تتكون من عقد فلزية بالأحرى تربطها وصلات عضوية لتشكل هياكل مسامية لها مساحة أسطح فائقة، ويمكن أن تخزن في مسامتها جزيئات لمواد مختلفة كالتخزين وقود الهيدروجين والميثان لإنتاج الطاقة النظيفة، ويمكن استخدامها حساسات أيضا وفي التحفيز وتنقية الغازات وفصلها وامتصاص الغازات المسببة للاحتباس الحراري قبل أن تصل إلى الغلاف الجوي، وحتى في نقل الأدوية داخل الجسم. وفي خبر آخر، يحتفي الجزائريون المشاركون في الحراك الشعبي المتواصل لرفض بقاء نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعدد من الشخصيات التاريخية التي تركت بصمة في الساحة السياسية والثقافية، وشهداء ثورة التحرير والذين تظهر صورهم في كل المسيرات والاحتجاجات. في 16 من أبريل نيسان الجاري، رفع آلاف الطلبة في مسيرات داعمة للحراك الشعبي صور مؤسس جمعية العلماء المسلمين في الجزائر الشيخ عبد الحميد بن باديس، ولافتات كتبت عليها أقواله الخالدة بتزامن مع ذكرى وفاته، وبينها شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، ويا شعب أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب.
وقال الطالب بالعربي أمير الذي يدرس بكلية الترجمة للعرب الجديد بينما يرفع صورة بن باديس إن الشيخ يظل رمزا لكل الجزائريين، فمن لا يملك ماضيا عريقا لن يصنع حاضره إطلاقا ولا مستقبله. ورفعنا صور رموزنا التاريخية، هذا دليل وإثبات أننا شعب له تاريخ، والشعب يستمد من رموزه التاريخية القوة للاستمرار في طلب التغيير. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.